ما زال العنف ضد النساء واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا في العالم. وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن 736 مليون امرأة حول العالم وقعن ضحايا لأحد أنواع العنف مرة واحدة في حياتهن على الأقل. الآفة التي تجاوزت حدود المنزل والشارع ليصل تعنيف النساء إلى أماكن العمل ومساحات العامة وعبر الإنترنت. في منطقتنا تعاني النساء من عنف مضاعف وسط غياب إحصاءات دقيقة حول أعداد المعنفات، لقلة تبليغهن بالدرجة الأولى ولما يعيشنه من ضغوط يومية بسبب الحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية وانعدام الأمان، حتى بات في هذه البلاد حق الحياة أحد أبرز الحقوق المسلوبة من النساء، إضافة إلى حق الرعاية الطبية والصحة الإنجابية والرعاية النفسية. وفي السياق ذاته تنامت ظاهرة قتل النساء في بعض الدول العربية جهاراً نهاراً وسط غياب شبه تام للجهات المسؤولة عن ملاحقة الجنات ومحاسبتهم، وكذلك غياب القوانين الرادعة والتي تجعل الاستقواء على المرأة سهلاً متاحاً، فتعنف المرأة إذا قالت لا أو إذا رفضت عرضاً للزواج أو إذا طالبت بحضانة أطفالها أو إذا كانت ناجحة في عملها وربما دون سبب. لذا فإن العالم اليوم بحاجة إلى وقفة جدية لوقف تعنيف النساء وليس فقط لمناهضته.